أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي أد نوقع سبتاي مع السند كسو دوار ورك فيدن مي أعلن سيدة ميديا وفيدن مجمعا خطبة حساسية ينوص أسعد فضلاً نلاتشوك حق حساسية حلبان علي حاجي أو شرحي سببتا أو أماني أرقى الشباب إسلام ركاسين الدد بدن أيالا ياوي قطبضو أما هذا اللقو وريجين يي براها برشاد إسلام ركاسين الددك وحا أيدها يين حلبان كاني الشباب أيو كميد يهي دكتور علي حاجي آذن أبو بكر أو كميدها حلبان ذي قولها شعبك إيشالي حلك اللو داري يي أيام مدكوبان كدب مركي لغو دورتي مقالة بلد وين وحا صائف بحي موقال لغا دوبي إساقا أو كسوغان ديغان كعيل علي إيه قبل كهيران هالكاسي أوي الشباب كتليان هذا الأو قوب مناسبة إهيد كجيدي يي أيو أغو مهد نقاي الشباب إساقا وأذيك سدي إريقا عانكا ولا يد إسلاميقا إيادا وأهرين تاسي أي داد بدن كفل عليين كواس أو حلبان كاكو إيدي يي إنو حرير دول اللي يهي كوحدة أرقاق حسادا إيه هلاكتي أمد صوماليات ورئيسي او سي اي في او اي صوماليا ايو كشيغي ان موقال كيسا لغو فافي براها بلشادا لغا سوجرتي قدباد او كجيدي اي ديگان كعيل علي لبكون افر اي توانكي حلي او هالكاسي او تغي اديك عافيماد ما دام او يهي دكتر اي هرمارين تا وحبراشادا ديگانكا وحا او يري فيديو غا وحا او اها لبكون افر اي توانكي حلي انيغا او دكتر اه اي برا جامعادت او كشاقيا مقدشو آن آري ديگان كعيل علي او وحا آن وضاي معلمين اسكول او ما دوين كساين اسكا ديگا وحان جيجي اسكول كعيل علي لبكون لبي طوانكي آن او بدلي دوكسي ساري قدقي ما مولي اسكول كايا ايحل ساري ان آن او حدلو قطبة دي آن جيديي او ديراد ايا لغا سوجرتي قيبتا آن كلي يهي ولاية اسلاميقا هدي آن تغي ماشا اي كتليان او مدحدو دي فردسا واكو قصبنا ان آن اذيك سدو اريغا ايو يري حلبان علي حاجي آدن وحو انتاسي كسي دري قفك ماشا كتليا ان آد اغو ييرتو مقع او جعل يهي هدي كلا اذيقا ايا دباطل لغو جيسان ايا تان كلا وحا آن او باقاي اسكول كا ان اي دباطسو غارتو او آن لو فهمين ان اي دولد اما هي اذا كلا اي تاكول حوغن كهلان آنيغا نفتيدا ايان او باقاي حلبان كا او كو قولي ساي خوب ابر صدوني ساقال ايا بيني انو حريل اللي يهي الشباب إساقا او دفاعتا ديكتاي إن دالك ديبا ديسا او وحبراشا او آدي كهور إنتا آني آس آسين إسلامر كان آني جيرين شاكي لغا قادي أما عقابات كدالتاي موقال كاسي او سو غارتاي كدب فافين تيسا دينا عكال مشرح نمضا فرماجو إيا سعيداني او حاليس لما فلان أي سو وجهدي حلبان عبد الرشيد محمد حدك او كميدا حلبانا دا كسو غالا جبلان أياكو دواقي إنو يهي مشرح تاغن حلك قدوميا غلاها شعبك بارلوان كصوماليا مشرح نمضا حدك او كسو جيدا بيش اوغادين أيا له عواقب سياسة ديد او وحك بدلي كرا نظام كأو دا خيبسيقا صوماليا او بيش الدارو دا اي كهشو حلك مدحوينها امر رئيس الوزارها دور ايا لباتن كيسانو الا صو دافي وحا هالكاسي لو دوران جيري سياسي كسو جيدا كوفر قلبي دا هالكا حدي دورشادي ادن بيسي اي جنوري لوكم طوان اي تدوبادي قلي كالينتا لبات او نقضي خوفكي لبات اي اوغو عودتك بدنا قدو مياها دمع كوفر قلبيد ايا هاد دونيسا ان تاس وحلقة بدلو ايادا او تدوباديد الى صودا في اي جيرين ورر شيغي ان كوفر قلبيد او كود واد روبع قرني هايسا تقدوميها قولها شعبك اي هاد تجابين ربطو حلالك كالي اي اه مدحوينها من رئيس الوزارها ما دام كراستا اوغو سر رئيس الدالك مدحوينها رئيس الوزارها يو قدوميها قولها شعبك اللغو سليو قاب اوود خيبسي اه او كود لسان هبك افر دبعشن اي بيلها صومالي ده هدي اي كوفر قلبيد وريجيسو قدوميها وحا تاسي بدليسا عدة هليسا لبدا حل اي كالي داهر قريو إساق او فلانقايا سياسة ده قبل كجيسك افريكا يا آمين سن ان اجيدة ده اوغو وين اي تهي ان كرسي غاسي او سن اهين مدلا اسكو هلين كرو او ان عغا اذا كتاقنين فرماجو يا سعيداني هدي لدورتو حدق وحي كدقان تهي ان باشا دارود اي وين دونتو لبدا حل اي اوغو سر رئيسة دلك تاسي او سر رسمي اهي او دي ليسا رجادة اي ليهين مدحوينيه هوري دوهاني فرماجو يا سعيد عبدالله داني او ايسكو بيلكا سو جيدان ما دام حدق اوكو قوند يهي لبدا سنين مركلا ايغو هنانك افر دبيعشان هدي اوكو قوليستو دورشاد قدوميها قولها شعبك وحا ماشاك بحيسا فرصد دودا ايي ليهين دادكا درسا قاب نسميدكا اوود الدولد فيدرالكا صوماليا حلبانا دا تاغير سندني ايو فرماجا وحي لبدو بحقيجين دونان انان لتاغيرين حدق سي آنان تاسي او داوعين رجدودا حسيشي ايادا او اي جرين اسكو داي اسبهيسي او اي ربين
dir digil iyo mirif le suurta galna ay tahay in xilibanada hawiye ay sidoo kale taageeraan xidig lama yareysan karo halista ku soo wajahan Saciid Dani iyo madaxweynihii hore Farmaajo waxay ahaataba tani waxa xamaasad kale u yeelaya loolanka hoggaanka sare ee dalka waana arki doonaa halka ay ku dambeyso fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah Yuusuf Dabageed oo weerar culus ku qaaday Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble isla markaasina dhulka ku jiiday madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed oo shir jaraa'id u qabtay wariyasha ayaa ka hadlay arrimaha doorashooyinka dalka isaga oo weerar culus ku qaaday Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble Dabageed ayaa si adag uga hadlay dooda ka taagan kursiga tirsigiisu yahay hub ee 86 kaas oo doorashadiisa lagu qabtay magaalada Baladweyne isla markaasina oo xugo ku soo baxay dilaaga qosla faad yaasin haaji daahir wuxuuna sheegay in kursigaasi loo maray si sax ah ayna doorteen ergada beesha iska leh madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle ayaa ku eedeeyay ra'iisul wasaaraha inuu caqabad ku yahay dhamaystirka doorashada isla markaasina uu abaabulayo xiisad siyaasadeed ra'iisul wasaaraha lama canaantaana caanihii daadiyey hadduu isleeyahay lama leh wax dhibaata oo doorashada caqabad ku ah oo isaga ahayn ma jiraan ayuu Dabageed yiri sidoo kale wuxuu intaasi sii raaciyey doorashadii loo diray kama shaqaynaayo amni kama shaqaynaayo master Roble ayuu yiri Yuusuf Dabageed oo hadalkiisa sii wata ayaa carabka ku dhuftay in Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle ay dhibanayaal u yihiin Roble iyo guddiga Fiid sida uu hadalka u dhigay. Hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo qoraal uu ka soo baxay Hirshabeelle loogu dalbaday guddiga Fiid iyo ra'iisul wasaaraha in la fasaxo kursiga dilaaga qosla Fahad Yaasin Haaji Daahir. Dhinaca kale Axmed Madobe oo guul weyn ka gaaray 16 kursi ee garbaharay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa soo dhaweeyey go'aanka guddiga doorashooyinka heer federaal ee lagu dardargelinayo doorashooyinka deegaan doorashada labaad ee Jubbaland madaxweynaha ayaa tilmaamay in uu mar kale ku celinayo hadalkiisii ahaa inaan kuraasta taala gobolka Gedo laga reebeynin doorashooyinka guud ee dalka isla markaasina ay lagama maarmaan tahay qabashada kuraasta gobolkaasi taala si dadka deegaanka ay u helaan matalaad dhab ahi waxaa kale uu madaxweynaha sheegay in mar walba ay muhiim tahay in gobolkaasi ay ka soo baxaan xildhibaano ku yimaada rabitaanka bulshada gabagabadii madaxweynaha ayaa ugu baaqay dadweynaha ku nool magaalada Ceelwaaq inay kala shaqeeyaan hay-adaha amniga nabadgelyada deegaanka iyo soo dhaweynta martida iyo ergooyinka ka qayb qaadanaysa doorashooyinka guddiga doorashooyinka heer qaran ee Fiid ayaa ku dhawaaqay in doorashooyinka 16 kursi laga soo wareejiyay garbaharay isla markaasna Ceelwaaq la keenayo laguna qabanayo dabarjab xooggan ayay ku tahay dhowaane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wixii in muddo ahi oo halkaasi ugu dagaalamayay iminka Ceelwaaq ayaa si tartiib ah oo naxariis ku jirta loogu qabanayaa waxaana halkaasi waardeynaya ciidamo ka tirsan Kenyatiga dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka